الحلقة 59 في تفسير جزء عامة سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت أي خسرت يدا أبي لهب، يعني خسرت كل اللي في يد أبي لهب من مال وأولاد وسلطان، التلاتة دول ضاعوا من إيده. وتب وخسر نفسه، فمات على كفره بعد واقعة بدر ولم يحضرها، بل أرسل عنه بتيلا، فلما بلغه ما جرى لقريش مات غما. ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم ينجيه ماله وما كسب من ولد. سيصلى نارا ذات لهب، سيحترق في نار ذات توقد واشتعال. وامرأته حمالة الحطب، امرأته كانت بتصد عن سبيل الله بطورة غير مباشرة، كانت تهيج الناس تحطب على النبي، تحطب على النبي يعني تقول للناس قوموا وجه النبي. لكن أبو لهب كان هو نفسه بيصد عن سبيل الله، فاللي بيصد عن سبيل نفسه هيخسر أمواله وأولاده وسلطانه وهيخسر نفسه، ويوم القيامة سيحترق في النار. أما اللي بيصد عن سبيل الله بطريقة غير مباشرة، يعني يقول للناس روحوا طلعوا ده من المسجد، روحوا ما تعملوش دروس، ده حمالة الحطب، كانت تحطب على النبي يعني بتشعل النار على النبي. في جيدها حبل من مسد، تحترق في النار ثم يلف في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد، يعني ليف خشن، وتجر في النار لأن امرأته كانت تحرض على منع النبي من الدعوة إلى الله. طيب، أسئلة هامة. نزلت هذه السورة بمكة بعد الفاتحة. ترتيبها 111، عدد آياتها 5 آيات، عدد كلماتها 23 كلمة، عدد حروفها 77 حرفا. ما الدليل أنها مكية؟ ما رواه مسلم عن ابن عباس أنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف النبي ينذر قومه، فقام أبو لهب قال تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت السورة. طب ما الدليل على أن ما كسب أي من الولد؟ قال ابن عباس وما كسب يعني ولده، ورد ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتاده. من قال أن سبب تسمية زوجة أبي لهب بهذا الاسم أنها تحمل الشوك فتلقيه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك عن ابن عباس. ولماذا لم نرجح هذا القول؟ أولا الحطب في الشوك، ثانيا هو مخالف لحال أم جميل، أم جميل كانت أغنى وأشرف النساء، إزاي تشل الشوك بنفسها؟ ثالث حاجة إن قولنا هو قول كبار المفسرين، وهو قول عكرمة ومجاهد، هو الأنسب لأم جميل لأنها أخت أبو سفيان زعيم قريش وكانت لها كلمة على الرجال. طب ما الرد على قول ابن كثير الذي حمل الآية على أنها في الآخرة وكانت عونا لزوجها على كفر وجحود وعنادي، فلهذا تكون يوم القيامة عونا له عليه في عذابه في نار جهنم، ولهذا قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد، يعني تحمل الحطب في الآخرة مش في الدنيا. هذا الفهم لم يرد عن السلف، بل حملوا حملها الحطب على أنه وصف لها في الدنيا، وليس هناك ما يدعو إلى هذا الفهم الذي فهم ابن كثير. وما يحدث في النار يحتاج لدليل لأنه من اليوم الآخر. طب ما الدليل على أن من معنى تبت خسرت؟ قال الله تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني في خسارة، وده تفسير السلف زي قول ابن زيد. من أبو لهب؟ أبو لهب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة عبد المطلب ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه لتلهو بكنتيه وإشراقهم، وكان شكله جميل جدا، وكان من أشد الناس عداوة عكس أخوه أبو طالب رغم كفرهما، إلا أن الكفر درجات. كيف خسر أبو لهب ما في يده من مال وأولاد؟ أولاده لعنه الله ثلاثة، معتب وعتبة، وهما أسلما وأتيا بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عتيبة هذا هو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهر بإذائه وعداوته ورد ابنته وطلقها، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فأكله السبع وهو في تجارة في الشام. لا
الحديث ده انا لا اعلم بصحه ولكن نقله الشيخ المقدم وغيره ولم يضعفه. قال الثعلبي: ومنه يعلم ان الاسد يطلق عليه كلب. وقال حسن بن ثابت: من يرجع العام في الى اهله فما اكيل السبع بالراجع. ماله اغتنمه المسلمون في بدر، سلطانه ضاع باستيلاء المسلمين على مكة. من هي امرأته؟ هي زوجته من سادات نساء قريش، أم جميل، واسمها أروى بنت حرب ابن أمية، وهي أخت أبي سفيان وعمه معاوية وعمة معاوية رضي الله عنه. كانت عونا لزوجها في كفره وجحوده وعناده. لماذا سميت حمالة الحطب؟ لأنها كانت تحطب على النبي وتثير الناس عليه. لماذا اختلف الناس في تفسير المسد؟ ليه؟ الاختلاف عائد إلى أكثر من معنى بسبب الاشتراك اللغوي. ولكن فالأول حبال من الشجر تكون بمكة، قول الثاني المسد سلسلة من حديث زرعها 70 ذراعا عند قول عروة، وقول الثالث الحديد الذي يكون في البقرة وده ورد عن مجاهد، وقول الرابع قلادة من ودع في عنقها، والراجع قول الطبري الأقرب إلى هو حبل جمع من أنواع مختلفة. المسد حبل خشن جمع من أعمال. لماذا أنزل الله سورة المسد وصرح بعم النبي؟ ليكون مثلا يعتبر به، فمن يحاول إيقاف الدعوة إلى الله فهذا مصيره، حتى لو كان عم النبي، حتى لو كان من أهل الأموال والمنزلة في قلوب الرجال، حتى لو كانت زوجته أخت رئيس قريش، حتى لو كان من أجمل الناس. ماذا ترتب على نزول الصورة؟ أصبحت معجزة ظاهرة للنبي، فإنه منذ نزلت الصورة أخبرت عنه بالشقاء ولا وعدم الإيمان ولم يؤمن ولا واحد منهما ولا سرا ولا معلنا، فكان هذا أقوى الأدلة الباهرة على نبوة النبي. حاولوا إزاء النبي فحماه الله. عن ابن عباس: لما نزلت تبت يدا جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي ومعه أبو بكر، فلما رآه أبو بكر قال: يا رسول الله، إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك، فلو قمت. قال: إنها لن تراني. فجاءت وقالت: يا أبو بكر، أين صاحبك هجاني؟ قال: لا، وما يقول الشعر؟ قالت: أنت عندي مصدق. وانصرفت. فقلت: يا رسول الله، لم ترك؟ قال: لا، لم يزل ملك يسترني عنها بجناحي. 3. امتنع المسلمون في كل زمان ومكان عن الصد عن سبيل الله، وذموا كل من منع حتى لو كان مخالفا في المذهب. علي بن أبي طالب ساب الخوارج في المساجد شغالين، وكان بينظرهم ويسيبهم يحفظوا القرآن ويعلموا الناس، ولكن كان يمنعهم من البدع. مش أنا مسؤول أمنع دروس. ماذا نستفيد ممن روى البخاري معلقا أن أبا لهب يخفف له العذاب كل يوم اثنين لأنه فرح بمولد النبي؟ إن صح هذا الأثر فهي دليل أن الكفار يخفف عنهم بعض العذاب غير عذاب الكفر، فإنه لا يخفف. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم.